نعيد ونكرر رسالتنا التي قلناها في مؤتمر سابق قبل أكثر من شهر في موضوع التعذيب. يجب ألا يعفى عن أي شخص ارتكب جريمة كبيرة، جريمة جدية في موضوع القتل والمتورطين تحديدا في موضوع القتل والتعذيب. أي اتفاق سياسي فلسطيني بوحدة القيادة السياسية الفلسطينية أو بالتداخل من قبل القوى السياسية الفلسطينية لإنهاء ملفات من هذا النوع يجب ألا يشمل أي عفو من تورطوا بارتكاب مثل هذه الجرائم. هذه رسالتنا، هذا نداءنا. شيء آخر، لدينا رسالة أخرى. هناك موضة حاليا حول الاهتمام باستقلال القضاء الفلسطيني وسيادة القانون الفلسطيني من قبل العديد من الممولين أوروبيين وغير أوروبيين وأمريكان. حان الوقت الآن لتعطى للكلمات معناها الحقيقي بالضغط على السلطة التنفيذية باحترام مثل هذه المسائل. عندما نقول سيادة القانون ماذا نعني بها؟ كيف نترجمها؟ وعندما نقول باستقلال القضاء كيف يكون القضاء مستقلا وفي نفس الوقت يعتدى على القضاء وتغصب اختصاصاته وصلاحياته من قبل القضاء العسكري؟ تفضل. ناصر بإمكانه يزودكم كمان بإحصائيات وحديث. لا مش خطأ، يعني في إحصائيات تقريبا تكاد أن تكون دقيقة، في حوالي 280 معتقل على خلفية سياسية بالضفة الغربية وحوالي 100 معتقل على خلفية سياسية في قطاع غزة. يعني تقريبا حجم المعتقلين على خلفية الانتماء السياسي واللي احنا بنسميه كمؤسسة حق احتجاز أيضا تعسفي، لأنه بأغلب هذه الحالات لم تراعى إطلاقا الإجراءات القانونية وتم توقيف جميع هذه الحالات بلا استثناء في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل جهات هي غير مختصة. فتقريبا يعني العدد الإجمالي تقريبا يكاد أن يصل إلى 400 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة. الآن هذا هو العدد حسب الإحصائيات اللي يعني تقريبا وثقتها مؤسسات حقوق الإنسان وأيضا الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة رسمية فلسطينية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية. هذا الشيء الواقعي اللي احنا بنتحدث عنه، هذا شيء مؤسف محزن. أثرنا هذا الموضوع، لكن يمكننا أن نقول أن الأجهزة الأمنية تتصرف بعيدا عن القانون وتحديدا جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني يضرب بعرض الحائط كافة المعايير القانونية وكافة الأصول القانونية والشرعية في هذا المجال. الحكومة وضعت خطة إصلاح بعد مؤتمر باريس، طالت في الأجهزة الأمنية وموضوع استقلال القضاء. أقول للأسف والمحزن لم نرى أي خطوة باتجاه التصحيح الجدي. هذا هو واقع الحال. إذا استمر على هذا الحال نتحدث عن أجهزة أمنية تحكم البلد بعيدا عن القانون وبعيدا عن أي معايير تضمن الحقوق والحريات. هذه واقعة ناقشنا فيها الأجهزة الأمنية، لدينا توثيق، لدينا معطيات عن انتهاكات جسيمة. موضوع التعذيب لا زال مستمرا وإن بأشكال أخرى. موضوع التوقيف والاحتجاز التعسفي اليوم بشكل واسع جدا جدا. نتحمل مسؤولية ما نقول، وأنا قلت رقم فوق 95% الآن موقفين بشيء اسمه القضاء العسكري وتحديدا بشخص رئيس هيئة القضاء العسكري عبد العزيز وادي. شيء آخر، عندما تصدر محكمة العدل العليا الفلسطينية وهي أعلى جهة قضائية قرار واضح يفصل في كافة هذه المسائل لا يحترم، وفي العديد من الحالات لا ينفذ في الوقت المناسب، وتحاول هذه الأجهزة أن تماطل يوم ويومين وثلاثة وأربع أيام لتنفيذ قرار محكمة العدل العليا، أحيانا تحت عنوان لم يصلنا وأحيانا تحت عنوان نحن لا نعمل ولا نشتغل عند أحد، نتصرف كيفما يملى علينا أو يملي علينا ضميرنا وموقفنا ورؤيتنا. ضميرهم طبعا بالمعنى الشخصي، ضميرهم بالمعنى السياسي، وليس ضميرهم بالمعنى القانوني.
أتحدث عن محادثات، أتحدث عن لقاءات بيننا وبين الأجهزة الأمنية وتحديدا جهاز الأمن الوقائي، وهذا ما كان يتم فيه عندما نضع الأمور في نصابها، نرسل لهم أوراق بالفاكس لقرارات محكمة عدل العليا ولا تنفذ، وتبقى أيام قبل أن ينفذ. صحيح لحد الآن كافة من صدر فيهم قرارات عدل العليا أفرج عنهم، ولكن أفرج عنهم بعد العديد من الأيام. السؤال بقائهم في السجن 3-4 أيام 5 أيام أخرى بعد قرار العدل العليا، من مسؤول عنه وبأي حق يتم إبقائهم؟ هذا هو الحال. رجال الأمن، الأجهزة الأمنية تتصرف بوحي قراراتها. لا أعتقد أن هناك حكومة تمتلك حقا وفعلا قرار حقيقي فعلي على هذه الأجهزة بموجب القانون أو لتنفيذ القانون. هذه الحالة الواقعية المحزنة المؤسفة، نقولها بكلمات جدا واضحة. في أي أسئلة؟ تفضل. احنا ارسلنا للرئيس عديد من الرسائل. في احدى المرات كان هناك اجتماع لمناقشه قانون اخر، مشروع قانون اخر، وكان في هناك اجتماع العديد من مؤسسات حقوق الانسان معه والمؤسسات النسويه. كان موجود بالاجتماع ناصر واثار الموضوع امام الرئيس. اتفاجأ الرئيس بوجود مثل هاي المسائل. كان مستشار القانوني موجود دكتور عدنان عمر، وعدوا يعني ببحث المسألة، لم يتغير شيء. أنا شخصيا تحدثت واتصلت بالدكتور عدنان عمر، أبلغته بهذا الموضوع، وعدته بإرسال مواد له، أرسلنا له مواد، لم يتغير شيء. لا أشك بأن الرئيس لا يقف إلى جانب القانون واستقلال القضاء. هو كشخص ليس لدينا أي شك في الموضوع أنه يؤمن بموضوع استقلال القضاء، هناك من المؤشرات العديد والكثير خلال هذه الشهور، لكن نعتقد أنه لا تصله الصورة كما يجب، ومجموع المستشارين الذين يلتفون حوله قد يضعون أمامه تفسيرات معينة لموضوع القانون. الآن سنطالب باجتماع مع الرئيس لطرح الأمور بشكل محدد مباشر وموثق مع الرئيس، لكن هناك المحاكم اتخذت قرارات بعيدا عن إرادة الأجهزة الأمنية والمستويات السياسية والرئيس باركها، ونحن نعلم أفرجت عن أشخاص كانت الأجهزة الأمنية تطالب ببقائهم وإبقائهم، وعندما وصل الأمر إلى الرئيس أن القاضي X أو Y أخذ هذا القرار، بارك الخطوة في هذا الاتجاه وقال هذا من حق القاضي يتخذ ما يشاء. اليوم لدينا ثقة كبيرة وأكبر من السابق في جهاز القضاء المدني. نشعر أنه ينحى منح الاستقلالية الحقيقية، منح المهنية الحقيقية، وإن كانت هناك العديد من الملاحظات هنا وهناك، لكن الاتجاه العام للقضاء المدني هو قضاء في عدل، يتضح ذلك من خلال قرارات المحاكم، قرارات العدل العليا، وباعتقادي هذا ما يثير حفيظة الأجهزة الأمنية التي تريد قضاء تملي عليه إرادتها، تملي عليه مواقفها، وهذا ما يدفعها للجوء للقضاء العسكري بعيدا عن القضاء المدني.